نقترح عليكم طارت ايوه يعني بدون زبده وبالكريمات الفاني والليمون. واخا طرطه بكريمة عندي الفاني. في لابار ديال العجينه كناخد بيضه، عندي فانيا، عندي خماره حمراء، عندي 250 غرام ديال الدقيق، ايه عندي قبيصه ديال الملحه، عندي نص كاس ديال الزيت نباتيه، وعندي معلقه ديال السنيده. هاد العناصر كامله كنجمعي ب3 معالق كبار ديال الماء بارد. ايه واخا صافي كنعجن العجينه، كنحطها حتى هي في الثلاجه، كنغطيها بلاستيك الغذائي وكنحطها في الثلاجه واحد المده، غير واحد المده ديال 5 دقائق، ونجبدها. ملي كنجبدها كنطلقها في المول، داك المول ديال السنينات، كنطلقها كامله، كندير ليها كنقادها من جناب وكنثقبها بالفرشيط وكندخلها الطيب. ملي كطيب كنحطها جانبا، كناخد ايه نصب الكريمه. الكريمه. ايه الكريمه، عندي 2 كريمات، كاين هاد الفاني ياك هي وكريمة والليمون. الليمون. حنا واخا غادي نوجدو هاد الكريمات دقة واحدة، يعني كل ايه حاجة في كاسرونة. غادي ناخد الكريمة ديال الليمون، كندير كاس ديال الليمون كبير، كندير 2 معالق ديال السنيدة، كندير 2 معالق ديال النشا، وكندير واحد فلون فاني، كنخلطهم وكنحطهم جانبا. كنمشي كاسرونة أخرى، كندير فيها كاس ديال الحليب، كندير فيها فانيا، ايه كندير فيها 2 معالق كبار ديال السنيدة، وجوج معالق كبار ديال النشا، كنخلطهم وكنديهم البوطة بجوج هما سنة، يعني خصهم يقادوا ليا في نفس الوقت. أنا كنحرك هنا ونحرك هنا حتى كيعقادوا. ملي كيعقادوا كناخد ديك لطخ ديالي، كناخد كريمة ديال الليمون، كندير منها واحد مغرفة من الفوق، وكنحط عليها مغرفة ديال الفاني، وكنبقى نحط مغرفة ديال الليمون ومغرفة ديال الفاني حتى كنكمل. ايه مفهومة سناء؟ ايه مفهوم. صافي. ملي كنكمل كناخد الكيردو وكندير على شكل ملفي، وكتعطيني داك زين الزق. ملي كنقسمها كتعطي عليا بحال داك بحال قوس قزح، بحال ياك ايه مفهوم ايه الشكل ديالها النهائي كي كيكون. ايه راه كتجي زوينه هاد لاطاخ. فعلا صافي كنخليها الفاني حتى والليمون. كتجي فنه، وتاح لاباط ديالها كتجي مقرمشه، واخا ما فيهاش الزبده كتجي هشيشه ومقرمشه. صافي كندخلها الثلاجه حتى كتبرد، مزيان وكنذوقها بترونشات ديال الليمون، كنقدمها بالصحه.